بغداد معنا مراسلنا تحسين طه. تحسين، أهلا بك، كيف هو الوضع الآن في المنطقة الخضراء وهل من إجراءات عراقية أمنية جديدة؟ أهلا سهام. نعم، الإجراءات الأمنية المشددة ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة في المنطقة الخضراء وفي مداخل ومخارج المنطقة، وكذلك ما زال جسر الجمهورية مقطوع حتى هذه اللحظة الذي يربط ما بين ساحة التحرير ومحداها المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء. هنالك معلومات تأكدت بإجراء مجموعة من الجهات دعوات، طبعا روج لها منذ يومين، من أجل دعوة إلى تظاهرة احتجاجية في مساء اليوم ستكون في ساحة التحرير، أيضا بالقرب من الجسر المعلق الذي أيضا هو يؤدي إلى المنطقة الخضراء وقريبة جدا على الشارع المؤدي أيضا إلى مبنى السفارة الدنماركية في العاصمة بغداد. وبالتالي الإجراءات الأمنية بدأت مشددة، وهنالك كان قطع لأغلب الشوارع والطرق المؤدية للمنطقة في الصباح، لكن تم فتحها فيما بعد، والآن هنالك انسيابية بحركة الدخول والخروج إلى المنطقة، لكن تم غلق الجسر الجمهوري بالحواجز الكونكريتية لتفادي دخول المتظاهرين كما حدث ليلة أمس بأعداد كبيرة في محاولة منهم للوصول إلى السفارة الدنماركية، لكن القوات الأمنية حالت دون ذلك واستطاعت يعني أن ترجع عدد كبير من المتظاهرين، خاصة وأن هنالك كانت دعوات تزامنت من ناشطين وسياسيين وشخصيات مقربة من التيار الصدري عبر منصاتهم إلى ضرورة عدم التصادم والانسحاب وتجنب السيناريو السابق الذي حدث بحرق السفارة السويدية. كان هنالك تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فيها تقريبا انتقاد واضح لبعض الآراء والمواقف التي شككت بنوايا المتظاهرين والمحتجين، كما أيضا فيها نوع من الوعيد والانتظار بالرد، لكن لم يحدد طبيعة ونوع وتوقيت هذا الرد، في إشارة واضحة يبدو من زعيم التيار الصدري لرفضه للحدث الجديد وهو حرق المصحف الشريف وتدنيس العلم العراقي مرة أخرى أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. قبل قليل أيضا صدر بيان من رئاسة الجمهورية العراقية يؤكد فيه بأن هنالك تحذير من وجود شخصيات في الدول الغربية على حد وصف البيان تريد استهداف العراق بشكل حصري، وهنالك قصدية بوصف البيان للعراق واستفزاز العراق والعراقيين، وأيضا لما له من هذا الأمر من تأثيرات وتداعيات على الأمن والاستقرار في البلاد، وأيضا لإظهار العراق بأنه غير قادر على حماية البعثات الدبلوماسية بحسب وصف ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية، فيما أيضا دعا الجماهير والقيادات الدينية والسياسية والاجتماعية إلى ضرورة توخي الحذر من هكذا سيناريوهات وهكذا محاولات لضرب الأمن في البلاد، وجدد في البيان رفضه واستنكاره لما حدث من تدنيس للعلم العراقي والمصحف الكريم في السويد والدنمارك. تحسين طه من بغداد، شكرا جزيلا لك.